بنية أنا كت دوز دابا الامتحان في شعبة الاقتصادية. يعني كيفاش بريباريتو معاهم خاصة يعني كاين بطبيعة الحال بالظروف اللي مرت بها البلاد ومن كورونا وكانت البريباراسيون كنا شوية كان ملزوم علينا أننا نواكبهم ونهتموا بهم، وفعلا أنا شخصيا واكبت البنية يعني بريسك 24 ساعة على 24 ساعة، وفرنا لها جميع المسائل من وسائل التواصل والدعم النفسي اللي كان ضروري، حتى الى هذه اللحظه راه كان دعم نفسي كبير والحمد لله. كنظن انا المعنويات ديالها كانت مرتفعه، وحقيقه هذه الدوره هذه راه اكسيبسيونيل لان الظرفيه استثنائيه بالنسبه للتلامذ، كانت الكورونا والظروف اللي كتمر بها البلاد، فكنظن انه غادي يكون واحد شويه ديال الضغط كبير على التلامذ، ولكن نتمنوا اليوم الخير. اللي غنقول لك هو انه دوزوا هما واحد الظروف صعيبه شويه دازت عندهم في هذه الجائحه اللي كانت كوفيد 19، كانوا التلاميذ شويه مسترسين فهمتي، ومن بعد عاوناهم شويه وساعدناهم. يعني عاونتهم باش انهم يخرجوا من الضغط النفسي، ربما سمي ضغط نفسي رهيب يعني خاصه القدر. بدينا تناقشوا معنا، عندي ولد عندي اللي غيدوز امتحان البكالوريا، بقيت تناقش مع هاد المساله وهذه وتنشجع فيه وتنحضروا شويه باش يكون موجود. بزاف تحاورت معاه وصافي، هادشي اللي كان يعني باش يخرج من هاد لو ستريس اللي عايش وهاد الحجر الصحي اللي اثر عليهم واحد شويه. هاد الحجر ماشي زعما كي راه عايش واحد الظروف صعيبه وهاد الدراسه عن بعد، يعني راه كل هادشي راه اثر عليه زعما، كاين ماشي بحال ملي تيكون حاضر في القسم راه ماشي بحال ملي تيبدا يقرا، كاين فرق كبير يعني، واخا انه كاين في الدار يعني وسميت عليه، ولكن طلب الله يوفقهم وتكون شي نتيجه ايجابيه للجميع. هادشي اللي تنطلبوا للجميع، وشكرا لكم، شكرا لشوف تي في، الله يوفقكم. اللي كدوز هنا كان واحد الضغط زعما شويه زعما الصراحه على النفسيه، واخا كانوا الاطور زعما خدامين شغلهم زعما ما عندي ما نقول، وكان مجهود مضاعف بالنسبه لكم كانوا في الاقسام، وكان واحد الضغط نفسي الصراحه، ونتمنوا الخير ان شاء الله للجميع. باش تم الاعداد ديالهم في هذه الصبحيه ديال الامتحان ربما اول نهار ديال الامتحان؟ كانت شويه النفسيه شويه الصراحه، هي ماشي بحال سائر الامتحانات اللي دازوا كل شيء، ونتمنوا ان شاء الله الخير زعما هذا الاستعداد في هاد الظرفيه كان شويه صعيب لا بالنسبه لينا حنا لي بارون ولا بالنسبه ل الدراري، ضغطوا شويه مع داك الحجر، كان بعدا شويه ديجا النفسيه ديالهم دايره، وزادوا مع البريباراسيون ماشي بحال من كيكونوا من كانوا يمشيو الاقسام ومع الاصدقاء ديالهم ومع هادشي اللي كاين. البنيه غدوز ليكونومي هاد العام. يعني كيفاش دوزت مع هاد الفتره ديال الحجر الصحي؟ عادي عادي، الفتره ديال الحجر الصحي دوزاتو في الدار لايف مع لي بروف ديالها ديال السوايع، واليوم اللي جات راه قلنا لها بحال عندك فرد ما كاين حتى شي حاجه وداخله ناشطه عادي، ما كاينش ضغط، لا ما كاين لا ضغط اسمو، حضرنا لها زعما بسيك لو كوتي بسيسيك باش تدخل بدون نقص. كيفاش كان التحضير يعني؟ التحضير كاين الدعم بعدا ديال العائله صافي، هذا هو. كيفاش كتشوف انت ربما انت دوزت يعني في واحد الفتره يعني كانت ظروف احسن من هذه، كيفاش كتشوف يعني شنو الفرق بين ديك الفتره وهذه الفتره اللي ربما تعتبر استثنائيه بامتياز؟ باش مشكلتها بامتياز يعني ربما ما كناش يعني حنا يعني جيل قديم كان جيل قديم يعني في واحد الظروف احسن، يعني كيفاش كتشوف؟ بيان سور غتكون دابا غادي يكون فرق كبير ما بين ديك الوقت وهذا الوقت، كاين التحضيرات، كاين الناس مسؤولين، كاين الاوتور، كاين ديك الوقيته كان شويه نقص في مسيت كفاءات، ولكن في الناس اللي تتواكب التظاهره ديال اجتياز البكالوريا.